مع الضمان الأرض هناك.
نركزش على الوقت بتاع السينما، ما نرجعش على وقت الافلام عشان الاغلبيه بمعنى ان المشتري ممكن يفوتها فعلا بين الشركات تجيب الدخول العقاري وياخد مورتج ومش كلنا لازم نبقى عارفين ان السيوله في الجروب عشان احنا شايفين السيوله في الجروب برضه كويسه، ففي حاجات احنا ممكن نعملها نشجع الجروب اللي هي تمول طبعا او تمول تاني وسوس كمان. في حاجات سياسيه في خالص بياخدوها ارا سهله جدا مثلا بالنسبه للمورج الممكن يدي فاكس ريفي على الانترست بتاع الريسك، في حاجات تشجع شجع سوبر